القول المحفور على السيف المعلق في مكتب رئيس الجمهورية ميشيل عون وهو الشفافية هي السيف الذي يقضي على الفساد كان محط تفسيرات متناقضة بين الرئيس عون والموفد الأمريكي ديفيد شينكر الذي زاره في بعبدة. فقد صدر عن رئاسة الجمهورية أن شينكر أشاد بالدور الإيجابي الذي يؤديه الرئيس عون في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في السابق، معتبرا أن الإصلاحات في لبنان أساسية لا سيما أن لا فرق بين السياسة والاقتصاد. لكن سارع المتحدث باسم السفارة الأمريكية كيسي بونفيلد إلى نفي ما صدر عن بعبدة موضحا أنه عندما لمح مساعد وزير الخارجية شينكر القول المحفور على السيف وفي تعليقه إجابا على القول حث السيد شينكر الرئيس على استعمال سيف الشفافية بشكل مجازي وتغيير نهج الحكم. وكان الرئيس عون قد أبلغ شينكر أن لبنان يعول كثيرا على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وهو ما يمكن أن يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض. أما حكوميا فأكد عون للموفد الأمريكي أن العمل يجري حاليا من أجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة، مشددا على أهمية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كخطوة أساسية في الإطار الإصلاحي واستعادة حقوق الدولة وإنهاض الاقتصاد اللبناني. كذلك أثار عون موضوع النازحين السوريين وانعكاساته السلبية على القطاعات العامة، متمنيا على الولايات المتحدة تسهيل عودتهم إلى بلادهم التي أصبحت في معظم مناطقها آمنة ومستقرة. بدوره أكد السفير شينكر استمرار الدور المسهل والوسيط الذي تؤديه واشنطن في مفاوضات الترسيم البحري، متمنيا العمل لإنجازها في أسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية، وأمل أن تؤلف حكومة منتجة تعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. ومن بعبدة إلى بنشع انتقل الموفد الأمريكي للقاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجي في حضور النائب توني فرنجي والوزير السابق روني عريجي، وجرى بحث مجمل التطورات والأوضاع الراهنة. وبعدها استقبله الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط في لقاء دام أكثر من ساعة جرى البحث خلاله في مفاوضات الترسيم جنوبا، وحث الموفد الأمريكي كل من التقاهم على الإسراع في تأليف الحكومة من دون الدخول لا في تفاصيلها ولا في تركيبتها ولا في شكلها، كما أنه لم يأتي على سيرة العقوبات الأمريكية بكل من التقاهم. وكانت محطة شينكر الأخيرة في معراب حيث التقى رئيس حزب القوات سمير جعجع لبحث مجمل التطورات السياسية. روان أبو خزام، قناة الجديد.